بسم الله الرحمن الرحيم. في اداه كويسه اسمها كوست ات، دي بتفيد ان انت بتصدر الموديل بكل العناصر اللي فيه لبرنامج بريستو او من شركه ار اي بي. بتقول له انا عايز اعمل اكسبورت، فبتصدر الموديل كله وتقدر تدخله على البرنامج التاني بحيث تقدر تعمل حصر دقيق او الفايف دي. بتقول له اكسبورت، تقدر تعمل فلتر، تختار العناصر اللي انت عايزها وتبدأ تختار ايه الحاجات اللي انت عايز تعمل لها اكسبورت للبرنامج. الكاتيجوري، تبدأ تتعلم عن الكاتيجوري، هو بيبدأ يشوف الاريا مثلا تبقى بان يونت، البارت بان يونت وهكذا، وتعمل اكسبورت فبيصدروا لك على طول.